اليوم احكي عن الانشطه اللي عملتها بالبيت بمساعده ماما. اول شيء حلو فصول السنه هي اربع فصول: الشتاء، الربع، الصيف، الخريف. وهذه حواس الخمسه: حاسه الذوق، حاسه السمع، حاسه النظر، حاسة السمع، حاسة السمع، حاسة اللمس. هيدا الرمان حرف بحرف الر. وهيدا بحرف الباء. وهيدي النحلة بحرف النون. وهيدي التفاحة بحرف الليل والنهار. يذهب الليل ويأتي النهار. وهيدي الزازة حرف الدال. وهذا رجل الثالث يأتي يدل الليل، يدل على فصل الشتاء. وهي سلة الخضار. وهيدا الزجر خضار مع الخضار. وهيدا فراولة مثل الفواكه. وهيدا الأناناس مثل الفواكه. وهيدا العنب مثل الفواكه. للقاء.